السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عطل جديد في تلفزيون، ولكن هو نفسه التلفزيون النيو. عطل التلفزيون، افتح حاليا الليد الأحمر شغال، التلفزيون في حالة ستاند باي. افتح، بحاول افتح والليد الاحمر شغال والتلفزيون مش بيفتح معايا. حاليا الليد الاحمر شغال وعامل ستاند باي ومش بيفتح. هفك التلفزيون واكشف على العطل واحنا مع بعض. كل اعطال التلفزيون اللي بعملها بتكون في نفس الوقت ونفس التوقيت علشان كل حاجة تكون قدام الكاميرا، مفيش أي حاجة مخفية. هنتابع مع بعض ونشوف العطل. هبدأ بالحاجة الشالة الأول، التلفزيون عامل لمبة حمرا، عامل ستاند باي، يعني التلفزيون شغال، دايرة الباور شغالة، كل الفولتيات شغالة، وهتأكد من الفولتيات. التلفزيون قديم وفي شغل قبل كده، ولكن أنا هتابع العطل. أول حاجة أعملها هقيس الفولتيات على خارج المحول وعلى الداخل، أتأكد من الفولت، احتمال يكون الفولت ضعيف. اول حاجه اعملها اقيس الفولت على الداخل، الفولت موجود 273 فولت بمعدل 300 فولت، يعني فولت مناسب للتلفزيون. اما الفولت على خارج المحول موجود على اول موحد 13 فولت، وعلى الموحد اللي بعديه موجود 9 فولت، وعلى الموحد اللي بعديه 25 فولت، وهنا 110 فولت الخاص بتغذية اللاين. هتأكد من الفولت على باور اللاين نفسه، الفولت موجود 110 فولت، واضح ان الفولتيات كلها سليمة والتلفزيون عامل لمبة حمراء ستاند باي. هتأكد من مكشفات، بالكشف على التلفزيون واضح كل المكشفات بشكل عام كلها سليمة. عطل التلفزيون لمبة حمراء ستاند باي في التلفزيون نيو. احتمال العطل اي بروم، اول حاجة اعملها هغير اي شيل اي بروم بملف جديد ونشوف النتيجة مع بعض. علشان اعمل ملف اي بروم جديد للتلفزيون الحالي، هجيب ملف الاي بروم بنفس رقم الاي سي المعالج، رقم الاي سي، اجيب الاي بروم بنفس الملف
ولكن انا محتفظ بكل الملفات علشان دايما تكون جاهزة عندي. اوضح هنا موضح على الكمبيوتر، محتفظ بملف الايبوم بنفس رقم الاي سي، ده رقم الاي سي اللي انا محتفظ بيه. هبدأ اشحن الاي سي، المبرمجة اللي انا بشتغل بيها بوتال 3 حاليا انا اللي عاملها، شغلي هنا مكان الاي سي. هبدأ افتح البرنامج، برنامج بوتال 3، اول حاجة اعملها هقرا رقم الاي سي، رقم الاي سي هبدأ ادخل ملف جديد، حاليا دخلت ملف جديد، هبدأ اكتب على الاي سي. اكتب حاليا شحنت الملف الجديد، الاي سي بعد ما شحنته بملف جديد بعد ما شحنت ملف الايبوم للتلفزيون بنفس رقم الاي سي المعالج، هبدأ اشغل التلفزيون. افتح حاليا التلفزيون مفتوح، حاليا التلفزيون اشتغل زي الفل. هشغل فيديو.